بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا زيانات تبارك الله عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في صحه جيده ولله الحمد. الاخوان ديالنا اليوم عندنا واحد جوج تويشيات جابوا لنا الاخ سعيد، بعدا كنشكروا السي سعيد شي كلمه. السلام عليكم، تحياتي للسي سعيد. انا الاخوان جابنا واحد جوج بياسات وحا اللهم بارك المليح. غادي تشوفوا معنا هذه ماشي اولتيغرا، هذه هي هذه اولتيغرا كملت القرايه ديالها الاخوان ديالنا. انا بسم الله كما غادي تشوفوا معنا هادي الاولتيكرا 14 هذا في الاكس اس او، ولكن مكمله القرايه ديالها كما كتشوفوا معنا ماشي عاديه. اول حاجه الماكينه ديالنا هي هاديه، بوبينات الغريض ديالها ها هي، الريديكتوريز ديالها ها هي، الكتاب ديالها، الرانديلات ديالها، وحليات ديالها هنايا جديد. هادي الاخوان عندها هاد الكيت ديال الانفيسبول كما كتشوفوا معنا، عندها الغلاقه هنايا ديال الانفيسبول ذهبيه، عندها هادي لارانيه اللي كتشبر الشعره، ما عمرها كطيح لك الشعره لتحت، كتبقى هنايا وكتعطي واحد المنظر مزيون ديال الانفيسبول. عندها بوبينات اوريجينال ديال الالومنيوم اللي كيهزوا الخيط رقيق، هادو هما جدادين حنا زدناهم معاها كما كتشوفوا، خدامين شي حاجه 100% معاها يعني اللهم. ومستعملين هذا مواكن ماشي جدادين، مستعملين شي 3-4 مرات جدادين، يعني ماكينه عمرها تفسخات، بقى في حاله جيده 100%، فيها شي مبيشه تستيدوين انا اللهم بارك المليح. الماكينه ديالنا كترجع خفيفه شي حاجه مزيونه، وعندها بوبينات الخيط رقيق وبوبينات الخيط غليظ، وعندهم هاد اليدين حتى هما ديال الانفيسبول كيمشيو معاها، هاد اليدين كيتركبوا هنايا ولكن خصهم يمشيو عند الطرنو كيتنقصوا شي شويه وكيتعدلوا. المهم حنا جاونا معاها غادي نعطيهم لكم معاها، يعني عندها اليد الانفيسبول بوبينه الومنيوم وهاد الكيت هذا وهاد الغلاقه ديالها هاديه هادي ها هي اللهم بارك. اختها ها هي هنايا كيتسمى كما كتشوفوا معنا، حتى هي عندها اليد ديالها لارانيه ديالها من هنايا، مسائل ديالها كامله مضبوطه الاخوان اللهم بارك المليح. صراحه كترجع واعره بزاف كما كتشوفوا معنا، كترجع معنا شي حاجه واعره وكتخفف، وماكينه جديده الاخوان. كلشي ديالها بالكرطونه ديالها البلاستيكات ديالها كلشي ديالها، وهادو كيتباعوا يعني هايده، هادي كتباع كامله هايده، ما كيتباعش بلا هادي بلا هادي بلا هادي. هذا ما كان الاخوان اللي بغى يدخل عندنا الواتساب على الرقم ديالي ولا الرقم ديال الاخ يوسف، وتحياتي للجميع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.